الصباح الجديد يرزقك يا عباس يا ابني بنت الحلال اللي تهنيك وتسعدك يا رب. عباس عباس يعني نايم قوي يا واد عباس. عبس اصحى يا بيسو بقى، هتتاخر عن شغلك يا حبيبي. الله ما ترميش كسلك عليا بقى، يلا قوم اصحى. صباح الخير يا ماما. يسعد صباحك يا دناي، قوم قوم عشان تفطر. ايه
تسلم ايدك يا دنايا. ربنا يخليكي ولا يحرمنيش منك ابدا يا ام عباس، بس لو تسمعي كلامي كده وتشوفي حد يساعدك في شغل البيت ده يا حبيبي يجي على كتفك. وانا اتاخرت عنك يا ماما، من بكره الصبح انا اشوف لك شغال. شغلت ايه؟ لا يا حبيبي، شوف لي عروسه تريح قلبي وقلبك، هو ده كل منايا. عايزانا اتجوز يا ام عباس؟ ليه يا ام عباس؟ عملت لك ايه؟ زعلتك في حاجه؟ بقول لك ايه، انا هشوف لك واحده تساعدك في شغل البيت وبس. صدقني يا دنايا، مراتك هي اولى الناس بخدمتك، وبنات الناس الطيبين كتير. قشر انت بس بصبعك كده وانا هوا اروح اخطبها لك. بقول ايه، انت مرتبه ايه؟ انا مش واخد بالي منه. مرتبه الخير كله، بنت زي القمر، عروسه تشرح القلب، جمال ايه، حلاوه ايه، علام ايه، مال ايه، واكتر من كده كمان مياله، بس انت اللي مش واخد بالك. ودي مين دي بقى اللي ما عندهاش نظر؟ فشر، دي عندها نظر ونص. انت مستقلب نفسك يا واد ولا ايه؟ ده انت عباس ابن ام عباس، الف واحده تتمناك. يا ماما يا ماما، لسه بدري على الكلام ده. بدري من عمرك يا حبيبي، انت ايه مستني اما تشيخ وتعجز وما تلاقيش واحده تبص في خلقتك؟ جرايا يا ام عباس، ما كنت بتشكري دلوقتي، ايه اللي جرالك؟ صدقني يا ابني، العمر بيجري وكل يوم بيفوت محسوب علينا من عمرنا، وانا بقى نفسي افرح بيك. يا ستي حاضر، ان شاء الله هتفرحي بيا. يعني اروح اكلم اهلها؟ هي مين دي بس؟ اختي ايه؟ عامل ايه؟ هو انا واد بدل في مطة؟ انت يا عباس، شو بقى ما اقولك، انا يا اخويا خلاص كبرت وصحتي عدمت، وانت يا حبيبي ايدك في الميه البارده، ما كنتش قادره على شغل البيت، لازم تشوف لك صرفه. ولا عايزني اطب منك سكته؟ الف سلام عليك يا ام عباس يا قمر. بقول لك ايه، انا بكره الصبح اخلي عبد الفضيل يشوف لك شغال. العب بالصوت، الم الناس عليك بقى. انا طول ما انا عايشه مفيش شغاله هتخش البيت، فاهم ولا مش فاهم؟ اسمع بقى، هي كلمه، يا تتجوز يا تشوف لك صرفه. تاني يا ماما السيره دي. بقول لك ايه، لو ما بطلتيش كلام في الموضوع ده انا هسيب البيت واروح اقعد في لوكاندا. لوكاندا؟ وهنا عليك تطلعها من بقك يا عباس؟ هو انت عليك يا ابني اخر ايامي ابقى لوحدي، اموت وانا وحدانيه ما لقاش حد يديني بق ميه؟ ليه يا عباس؟ انت عليك يا دنايا، ده انا امك حبيبتك، عايزنا اموت وانا بتشحتف عليك وشايله همك. يا ماما يا ماما يا حبيبتي يا روح قلبي، كل اللي بتعمليه ده عشان اتجوز؟ يا حبيبي الجواز سترة، وكمان بقى بصراحة انا نفسي اشوف لك حتة عيل. المثل بيقول اهز الولد ولد الولد. بقول لك يا ام عباس، انت عارفه كويس قوي ان انا مجرب حظي مرتين، والثالثه مش هستحملها. يا ابني ده ما كانش جواز، كانت شبكه بس، وشبكه مهببه كمان. في المرتين دول انت اللي رحت نقيت، ونصحناك قلنا لك لا ما تنصحتش. سيبنا بقى المره دي، احنا اللي ننقي لك، وشوف ام عباس هتنقي لك ايه. قلت ايه؟ حاضر حاضر يا ماما، هفكر. يا اختي لسه هتفكر؟ ابني عايز يموتني، ابني عاوز ينقطني. يا ابني ده انا ريقي ناشف من كتر المحايل عليك، قلبي خلاص قرب يقف. انت عاوز تموتني يا واد ناقص عمر ولا ايه؟ وكمان اسمع ما اقولك، البنيه حلوه، يعني الف من يتمناها، الكل بيجري عليها، مش هتستناك. يبقى خير وبركه كده. طيب يا عباس خلاص يا ابني، افعل ما بدالك يا حبيبي، انت حر، اعمل اللي يعجبك، بس ايه، انسى خالص ان ليك ام. طب وانا يرضيكي برضو يا ام عباس؟ بقول لك يا حبيبتي، كل يوم بتعملي لي الموشح ده خليني في يوم انزل الشغل وانا رايق، عشان خاطر انا اتاخرت يا ماما. بقول لك ايه، صبحي عليا بقى، انا عبس حبيبك، انا بيسو، انا عباس، عشان خاطري كده يا ام عباس. طيب بس خليكي فاكراها بقى، ها؟ خليكي فاكراها. عباس الحقني يا ابني، تعبانه يا ابني، تعبانه يا حبيبي. ما
ماما يا مامتي ألف سلامة عليك يا حبيبتي مالك يا ماما. يا انا يا ابني تعبانة يا ابني اجري الحقني وهاتلي طبيب. دقيقة واحدة حنزل ادور اقرب عيادة ومش حغيب. عباسي يا ابني ما تسيبنيش يمكن تيجي ما تلحقنيش. اللي ما في عيادة في حتتنا وانا لازم اجيب لك دكتور. خبط على الدكتورة جارتنا اللي معانا في تالت دور. الحقيني انجديني. ايه سلامتك اللي عندك؟ انا مش تعبان بسلامتي اللي تعبانه قوي مامتي. سلامتها الف سلامه جايه معك حالا دلوقتي. خير يا نينا من ايه بتشكي؟ ايه اللي تعبك قوليلي احكي؟ انا مش تعبني غير عباس. افندم يا طنط؟ قصدي عندي وجع في الراس. بتحسي يا طنط بزغللة؟ انا مش تعبني الا الولا. بتقولي ايه يا ما ولا مين؟ خلينا نعرف ايه مرضك. ما تكونش محتاجة الفيتامين، احكي اللي عندك انا في عرضك. شوفي يا ستي. اتفضلي يا طنط. انا حاسه بوحدة محوطاني. ايوه يا طنط. وعوض فيه بتهز كياني. باين عليا انا اللي حبوز، ما تكونش عايزة تتجوز. النبض عادي والقلب هادي، حاسه بألم هنا في الحتة دي. لا الحتة دي ولا الحتة دي، حاسه بقلق عالمحروس ولدي. والإمتى فهم وأدادي مسكين يا روحي غلبان يا كبتي. يا ما نفسي اشوف لك يا ابني وليفة تكون ظريفة تكون لطيفة. ايه رأيك في ابن البكري؟ طيب وهادي وماشي دغري. انا دكتورة وبس يا نينا، بكتب للمرضى روشتات. انا مش خطبة ولا مأزونة، مفهمش اعراض الجوازات. يا عيني يما خرفت يما، ايه اللي صابك يكونش مس؟ شايف جمالها شايف دلالها، قمر يا شابة ولا حد زيك. يا رب اشوفك وعن قريب في بيت عريسك ويتم عدلك. مسكينة يما مرضها ايه؟ واجيب دواها من انهي حته؟ دواها عندك ولاجل خاطرك هكتب لمامتك اجمل روشته. اذنك يا ماما، مشوار صغير للصيدليه، حصرف دواكي وجاي حالا يا نور عينيا. مين الزبون؟ انا. خير؟ الدواء ناقص يا دكتور. يمكن تلقاه عند المأذون. اديك انت بتضحك اهو ومش مصدق. يا اخي يا اخي ما تحبكهاش. اذا كانت حلوه وعجباك ما تتجوزها. يا ابني حلوه ايه وعجباني ايه؟ بقول لك انا ما شفتش حاجه. شفت واحده حط على وشها 2 كيلو كريم وربط راسها بمنديل وعامله شعرها بالبتاع البلاستيك ده، ما اعرفش اسمه ايه. ابقى شفت فيها ايه؟ يا عباس نتكلم جد، قول لي بصراحه، ايه اللي مأخر جوازك لحد دلوقتي؟ انا مش رافض الجواز كجواز يا صابر. انا رافض الطريقه اللي عايز اتجوزني بيها ام عباس. وايه هي بقى الطريقه دي؟ ام عباس يا حبيبي ما يهمهاش في العروسه غير الحسب والنسب والاصل والفصل والكلام الفارغ ده، والكلام ده ما يهمنيش. الله، وانت عاوز ايه اكتر من كده؟ انا عاوز بنت قطقوطه، بنت كده تاخد قلبي وعقلي وتخليني ما ابصش لحد غيرها.
عاوز بنت لما امشي معاها في الشارع اقول لكل الناس ان دي مراتي، ما يهمنيش بقى ان كانت بنت بيه ولا بنت باشا، حلتها ما حلتهاش، كل الكلام ده ما يهمنيش. الله، وفيه ايه لما تبقى من عيله وبنت حسب ونسب وفي نفس الوقت جميله وحلوه؟ يا اخويا ايدي على كتفك، بس بقى العرايس اللي نقتهم خالتك ام عباس لغايه دلوقتي ما فيش ولا واحده فيهم عليها الطلاق. اي نعم هم اولاد ناس وعلى راسنا وكويسين وحلوين واولاد حسب ونسب، انما كده ما فيش ولا واحده فيهم تشد انتباهك. اللي تخينه واللي هجمه واللي بارده زي التلج واللي ذوقها بلدي ويلطش واللي كفايه كفايه، ده انت شركت البنات كلها، احسن لك تفضل عازم. يا عمي انا لا شركت ولا حاجه، انا بس بحكي لك على مغامرات ام عباس معايا. بقول لك ايه، قول لي قوم بقى عن اذنك يا صاحبي. وشاي، طب استنى اسمع، بقول لك ايه، انت مش بتقول ان والدتك تعبانه؟ اه اكيد هتروح ما تلاقيش غدا، انا بقى هعمل فيك معروف واخدك اغديك معايا. يا ابني ما طلعت تمثيليه، بس تمثيليه فالصه عشان اشوف العروسه اللي جايبها لي، وانا ما شفتش غير علبه كريم مفتوحه فيها عينين اتنين. وتقول لي دكتوره؟ بذمتك يا صابر عمرك شفت دكتور يكشف في ودنه حاطط ودنها كده وتقول لها القلب عادي والنبض هادي؟ اكيد البت دي ساطعه عاديه، بس ابوها ولا امها عندهم فدانين وام عباس عايزه تدبسني فيها للدرجه دي؟ واكتر يا حبيبي دي ام عباس. انتبه يا عيانين، الدكتورة فاتن جاية، وسعوا لست الحلوين. صباح الخير صباح الفل، صباح الصحة يا نسل الكل، مستنينك من بدري يا ملاك الرحمة يا حبيبتنا. مقدرش اتأخر جيت بجري وياكم وكأني في بيتنا. وحشنا حقنك ودواكي وازاي مامتك وباباكي، بعتن لكم سلامات ياما وبيدعو ليكم بالصحة، تقوموا بألف سلامة ولا تشتكوش حتى بكحة. ازيك بنتي؟ الف سلامة. عشت يا بنتي؟ جيت هنا امتى؟ جيت امبارح. شكلك راح تخرج بكرة، من ايه بتشكي؟ الم شديد في جميع مفاصلي والركبة. اديله مرهم من الصندوق، دهنة خفيفة كده هتروق. حاسس بإيه؟ عايزاني يعني أقولك إيه؟ أنا ركبي لما لمستيها خففتيها وطيبتيها، دلوقتي رجعت زي زمان، راح أقدر أجري وأجيب جوان. صباح الخير يا عم أحمد. مش قادر بالرقدة اتحرك. ما تشد حيلك بقى واجمد، ده كتر نومك هيضرك. خدلك برشمة من دية هسقيك بإيدي المية. ازاي الحال دلوقتي؟ مليان صحة وحيوية، خلاص خفت ودوني البيت. وانت يا جن؟ ايوه يا قبلة. افتح بقك متر بمتر علشان احط الترمومتر هنا يا حبيبي تحت لسانك. يلا يا سامي وريني شطارتك، الكراسة دي علشانك، رجعالك وهقسها حرارتك. ازيك النهاردة يا مامتنا كلنا؟ نشكر الله ونحمد الله على كل ما جاب لنا، احسن من امبارح كتير ويوم وتعودي العيال. بدعيلك دايما في صلاتي ويكتر بالخير اعمالك،
واحنا كمان والله يوماتي بندعي يسعد احوالك. يسعدها يا رب يا رب، هنيها يا رب يا رب. مرضايا الاعزاء في حد عنده شكوى؟ متشكرين جميعا ونشوفك تاني بكرة. وانا قبل ما سبكوها هقول لكم اني بصراحة بحبكم، ولحد ما اشوفكم في الصباح قلبي هسيبه عندكم. تعيش لينا كلنا يا طيبة يا حنينة، وجه الحياة قبل النهار بشجاعة وروح وانتصار. خليكوا أقوى من المرض، في ايديكوا انتوا الاختيار. إرادتنا فيك اتأكدت وإيدينا تاني اتجمعت، والأزمة هتفوت لو طغت وعيوننا تاني دمعت. بالحب ممكن والإيمان، الصحة ترجع للإنسان. هيمن علينا ربنا وبإيده شفاء لكلنا. وتوتة توتة فرغت الحدوتة، إيه رأيك بقى في الحدوتة دي؟ احكي لنا واحدة تانية يا عم عباس. لا تانية ولا تالتة، عمكم عباس تعبان وعاوز يشرب الشاي. بقول لك يا صابر، انا جاي معاك مخصوص عشان العب مع الاولاد. يعني ايه؟ اطلع انا منها؟ ماشي، ذنبك على جنبك. كان يا مكان كان في ايه؟ كان في زمان من ايه؟ كان من زمان قوي قوي، قبل ما تتولدوا يا صغار، كان فيه امير طيب قوي كان اسمه شهريار. عرفناها يا عمو عباس، احكي لنا حدوته جديده، حدوته من قلب الناس مش اسطوره بعيده بعيده. الحدوتة اللي حقولها لكم يا ما حكتها ست المامتي في الشتاء قدام الدفاية. حالنا الوقت بقى غير حالكم، اسمع بقى حوادث دلوقتي. حوادثنا مش بس حكاية، حوادثنا لها معنى وغاية. متفقين ايه رأيك يا عمو؟ حوادثنا عندنا منها كتير على فكرة. حوادثكم غلبت حوادثنا، في عيونكم انا شايف بكره. نحكي لك حدوته كمان؟ خلوها للمره الجايه، في قلوبنا ليك احلى مكان. اشكركم يا ورد الحريه، تصبحوا يا حبايبي على خير. هتزورنا؟ راح ازوركم كتير. بنحبك. طب ما انا حبيتكم وحاجيلكم واسمع حوادثكم. يلا يا عباس، يلا يا حبيبي عشان تتغدى قبل الاكل ما يبرد. غدا ايه بس يا ام عباس، والساعه داخله على 6. يوه، وهو يا ابني الساعه 6 الناس ما تاكلش. لا انا اتغديت يا حبيبتي. اتغديت؟ اتغديت فين؟ ده انت عمرك ما بتاكل بره البيت يا حبيبتي. ما هو صابر صاحبي لما عرف ان انت تعبانه خدني عندي غداني في البيت. ده كده، وانا قاعده هنا لوحدي استناك جعانه ميتة من الجوع، ومش هين علي احط لقمة بقي. ام عباس بقولك ايه، ما تحاوليش تحسسيني بالذنب وتحمليني همك. ازاي بس عايزني اكل وانا حاسه انك انت قاعد بره جعان؟ ازاي؟ لكن هقول ايه، معلش مسيرك لما تخلف تبقى تحس باللي انا فيه. حاضر حاضر يا حبيبتي، قومي وانا اقعد اكل معاكي. يلا هتاكل؟ يلا بقى هقعد اهو هاكل معاكي. اهدى كله اهدى كله. ايه ده يا ام عباس؟ ده انت وانت بصحتك ما بتعمليش الاكل ده كله. طب ايه رايك بقى ان انا ما مدتش ايدي في حاجه ابدا،
جارتنا الله يسترها لما عرفت ان انا تعبانه وعرفت كمان ان انت ما بتحبش تاكل برا البيت حلفت الا لازم تعمل كل الاكل بايدها. عايزاك تدوق عمايل ايديها يمكن تعجب. تعجب ايه؟ تعجبك وتتجوزها. يوه البنت مياله يا واد، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. غربال ايه ومنخل ايه بس يا ام عباس؟ عباس افهمني، البنت حلوه وتستاهل. طب خد دوق كده شوف عمايل ايديها وقول لي. مش تاكل يا عباس؟ شبعان يا امي صدقيني. يا خسارة تعبك يا بنت الناس، كان ياما على عيني. زعلانة يا ماما؟ زعلانة. ما اقدرش يا امي على زعلك ولا قولت ده انا ابنك ومليش غير طاعتك من بعد الله. طب ليه مش عايز تتأهل؟ زهقانك مني وياكي. افهمني وبطل تستهبل. يا حبيبتي بتمنى رضاكي، بس انا راضي بعشتي وحيد انا وياكي يا امي سعيد. بكرة اسيبك تعمل ايه لما الوحدة عليك تشتد؟ افهم يا ابني وبلاش عند عز الولد ولد الولد. يما انا بختي عرفته وشفته، خدت نصيبي وراضي بحالي. مالي ومالي الحب وحرته، خليني عازب خليني خالي. نفسي اشوف لك حتة عيل يلعب يجري يقول لي يا تيتا، ليه عايز تحرمني يا ابني من دي الدوشة ومن دي الزيطة؟ يا ابني الدنيا بسرعة بتمشي وانت معاها عمال تكبر. يمكن اقدر او ما اقدرش، اديني فرصة سيبيني افكر. في كريم طالع جديد حلو جدا، لو استعملتيه هيجيب معاكي نتيجة فورية. طب يا ريت تكتبولي. عايزة اكتبولك بس فعلا لو معاكي ورقة وقلم عشان اكتبولك. معايا ورقة بس. طب نندى الجرسون بقى يجيب لنا قلم. ميرسي قوي. شكرا. شكرا. ميرسي قوي. في حاجة؟ هي الأستاذ اللي لقاها ده هو اللي رمى الورد. هو تحت السهل ده. تعرفيه؟ ده جارنا. يلا بينا لحسن ميعاد العيادة قرب. سكي. يا ست انت يا انت يا انت ايه في مالك؟ ايه يا استاذ البجاحه دي؟ ما يصحش يا سهير. يعني اللي يصح ان هو يجي ورانا لغايه العربيه يعكسنا؟ يا ستي انا افتح حالك بدل ما ابوظ الكالون. بأمرت ايه؟ بأمرت ان دي عربيتي. بينك اتجننت يا عباس. هي حصلت تمشي ورا واحده تعكسها في الشارع؟ سنيوره حاجه كده تخش القلب من غير ما تستاذن خلتني اتنازل عن وقار يا صبري اخويا ومشيت وراها. يعني خلاص هتحقق لام عباس اللي نفسها فيه؟ ام عباس نفسها في حاجه واحده بس، اتجوز اللي هي منقيها لي. لا بقى لا بقى، ده انتي مكتوبالي. مش عيب يا استاذ تيجي ورايا في كل حته وتعكسني؟ انا بعاكس برضو. امال ده تسميه ايه؟ اسميه تعارف. في حد يتعرف على حد بالطريقه دي؟ طب بلاش دي، ايه رايك اعزمك على حاجه ساعه وبعدين نتفاهم؟
تفتكر بالسهوله ديت هقبل انك تعزمني على حاجه ساقعه؟ يا ستي ما احنا هنتعرف اهو. يا خرابي على ضحكتك اللي تجنن. طب ممكن بقى نتكلم في المفيد. مشيتي برضه عيادتك في اول شارع محمد سعيد ده؟ انت مراقبني بقى. مش براقبك ولا حاجه، انا بعد الموقف الظريف اللي حصل منك ده مشيت وراك من غير قصد، وبعدين لقيتك طالعه نفس العماره اللي انا طالعها برضه من غير قصد، ولقيت الباب بيقول لك اهلا يا دكتوره، عرفتي بقى؟ طب وعايز مني ايه؟ عاوز شقه. شايفني صاحبه العماره؟ الله، امال مين صاحبها؟ ما تروح تسال بنفسك. طب واللي عاوز يتجوز يجيب شقه منين؟ انا مالي، اما امر غريب قوي. وانت مالك ازاي؟ ما هو انت العروسه اللي انا هتجوزها كده. اي واحده تشوفها في الشارع تختارها وتبقى عروستك فاكرها ايه؟ عروسه حلاوه؟ من ناحيه الحلاوه فانت قمر، وباين عليكي مؤدبه وبنت ناس. لا انت زودتها قوي يا استاذ، عن اذنك بقول لك ايه بس، انت زعلتي؟ طب قولي لي اسمك ايه؟ من فضلك يا استاذ عباس. عباس؟ ايش عرفك ان انا اسمي عباس؟ شكلك كده عباس. شكلي ازاي يعني؟ في يافطه على وشي مكتوب عليه عباس؟ لا، هو اسم جه على لساني وخلاص. انت بجد اسمك عباس؟ طبعا اسمي عباس. انت اكيد فيكي شيء لله. لا بجد؟ بجد وجد الجد كمان. مش بقولك انت مكتوبه لي. مكتوبه لك فين بقى؟ مكتوبه لي في السماء، ان انا اتجوزك تبقى مراتي وانا جوزك. انت الطف مما كنت اتخيل. مش كده برضه؟ كده. بس انا متهيألي اني شفتك قبل كده. فين بقى؟ مش فاكره بالظبط. انت ساكنه فين؟ لو قلت لك هتيجي تقف تحت البيت؟ انت لسه ما عندكيش ثقه فيا برضه. يعني لو قلت لك عن عنوان هتجيب ام عباس وتيجي؟ عباس؟ وانت شعرفك بام عباس؟ شيء بديهي جدا. مش انت اسمك عباس؟ تبقى مامتك اسمها ايه؟ لا صح دي، بس ربنا يستر. ربنا يستر من ايه بقى؟ اصل بقى يا ستي في واحده جارتنا ام عباس. اوه، انا هطب باين عليا. ايه موضوع جارتك؟ هتتجوزها؟ اتجوزها انت اخرى، انت هتعملي زي ام عباس؟ ليه يعني؟ هي مش قد المقام ولا وحشه؟ هي وحشه بعقل. ايه؟ وانت مالك اتحمقتي كده؟ هي قريبتك؟ لا طبعا ولا اعرفها، بس انا قصدي يعني حرام توقف حال بنات الناس. انا ما وقفتش حال حد، انت اللي جرجرتيني في الكلام وانا اللي طبيت. طب ممكن بقى توصف لي جارتك دي؟ مفيش داعي بقى، خلينا قاعدين احسن كده. لو ما وصفتهاش هقوم امشي. ستي ولا تمشي ولا حاجه، انا هوصفها لك. بصراحه بقى هي شعرها اصفر واكرد، وعينيها ضيقه، وشها طويل، ورقبتها قد كده. اما ودانها بقى بس شكلها بس كفايه، ده انت شلفتها خالص. مش يمكن بتقول الكلام ده عنها عشان ترضيني؟ ده انا بحاول اجملها علشان ما تقوليش عليا بس بوقف حال بنات الناس. والانكت من كده ان ام عباس عايزه تجوزهاني، في الدخله والخارجه بقى تقول لي يا سلام على قوامها، يا صلاه النبي على طبيخها، يا حلاوتها، زي ما تكون عايزه تسقاني بالمعلقه. يا سلام، وهي يعني مالهاش راي؟ لا بس برضه محسوبك، راجل ماله هدومه. بصراحه انا مش شايفه فيك حاجه تتحب، وبعدين انت باين عليك بتمر، ولو تقلت نفسك بالذهب على ما اعتقد ان جارتك دي مش هتوافق بيك. عن اذن حضرتك. انت غريبه خالص يا انسه، هو انا كل ما اتكلم كلمتين تزعلي وتجري؟ طب احلف لك بيه ان انا بتكلم الكلام ده كله علشان ارضيكي، وان جارتي دي قمر 14 ومفيش زيها، وبقها قد النب، ومناخيرها قد السمسمه، وخد استاذ عباس انا اتاخرت، ارجوك وصلني لعربيتي. طب هنشوف بعد تاني ان شاء الله. يا صاحبي خلاص كلام ام عباس، هيتحقق وهتجوز من قدها المياس، العقل طر من الراس،
هجيب العفش وهجهز وليلة فرحة لم الناس ومن شبرا ومن المقياس يغنوا لي بكل حماس كلامي بجد مش مياس وعلى عزاب راح اتقوز اعمل حسابك عشان ما تأخرنيش النهاردة. نعم احنا لسه قعدنا فاتن هنبتدي من اولها ولا ايه؟ لا ابدا اصل في واحدة قريبتي تعبانة وعايزة اروح اشوفها. لا انا مش موافق. يا سلام مش موافق ده ايه؟ بقولك تعبانة ولازم اروح اكشف عليها. بقولك ايه يا فاتن انت بتتهربي مني ليه؟ انا ما بتهربش منك ولا حاجة. لو مش مصدقني تعالى معايا. اجي معاكي فين؟ عند قريبتي. عند قريبتك؟ اه وليه لا. طب وهتقولي لهم عليا ايه بقى؟ اه صحيح اقولك قول لهم خطيبي ولا اقولك قول لهم جوزي؟ يا سلام وامتى بقى ده كله حصل؟ بصراحه بقى فاتن انا نفسي تمشي في الشارع وتقولي لكل الناس ده عباس جوزي. خلاص هقول لهم انك خطيبي واشوف اذا كنت لايق ولا لا. ليه وانا متقدم للقرعه؟ انت رايحه فين؟ هو احنا اللي هنقوله نعيده؟ يعني قريبتك في الشارع ده؟ ايوه غريبه وهتنزل معايا. لا انزل اروح فين؟ مش احنا اتفقنا انك تطلع معايا عند قرايبي؟ لا انا هقعد هنا. انت عايزهم يقولوا ايه؟ كان في واحد راكب معاها في عربيتها وسابته وطلعت؟ لا 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 طبعا ما يصحش. يبقى هتنزل. مش عارف اقول لك ايه يا فاتن. ما تقولش حاجه هتنزل وانت ساكت واذا كنت مكسوف هقول لهم خطيبي. ده بيتنا. بيتكم؟ ايوه انا ساكن هنا. بتخبطي على مين؟ تعرف مين هنا؟ ازيك يا طنط؟ اهلا يا حبيبتي. تعرفيها بقى عشان تقولي لها اهلا يا حبيبتي. الله ايه مش جايه معاك؟ ما هي دي جارتنا الأمورة هي دي فاتن الدكتورة. مش معقولة. لا معقولة. أما صحيح أنا كنت غشيم لما سبت بنات حتتنا أتريني كنت بحب وهيم فعيون جارة ساكنة في بيتنا. آه يا شقية بقى دي عمايل تلعبي بيا. كنت بلعبك حبة يا بيسو كنت بلاغي هواك واتشاقة. يا ما قلبي نور فوانيسو يا ما اتمنى معاك يتلاقى. جرى ايه بالظبط يا ناس؟ ما تقولوا فهمونا. احكيلي انت يا عباس ولا انت احكيلي يا تونة. هقولك ايه يا ليلى بعد ما لف ورايا عزمني عالجنينة وعايز يعرف بابايا. انا قلبي اه يا ليلى طالب بشدة ادها طلب الجميلة الزينة ريداني وانا ريدها. دلوقتي خلاص صدقتني وعرفت انا ايه واختار لك. ارتحت خلاص طمنتيني علشان سمعت كلام امك. لفيت وحفيت وبرضو ما اخترتش ولا نقيت. نقيت انت يا امي بنقوتك انت رضيت. وانا يعني ما استاهلش تحفى وتتعب عشان. يا حبيبتي انا ما اقصدش ده غرامك طعم تاني. حلوين خالص توتا توتا كده تكمل الحدوتة. وان كان شعب يا ولاد انا كنت افقع زغروتة. زغرتك ياما زغرتيها. زغرتك اوعي تحبسيها. زغرتي ياما عباس وقوليها لكل الناس
عباس بيحب فاتن، فاتن حبة عباس.